الحمد لله نحمده وهدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم قال الله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده الميزان يخفض ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وكما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله إخواني أخواتي أبنائي بناتي بارك الله فيكم إلهي مهدي شوي أن نكوكل الني فردقا مجددا وأيتهين إن أن إلهي حسنه وأرنوي وحل إسوي ما دو وحاقو فضل بضل إن إلهي لحسه عظمتي سي وينانتي سلقا شاكيستو جعلانتي سي ليس جعلي سي ولا هذا آخر يوحى نظهر مستقبل كإنسان كإله مترى قلي لا هذا له دنت إله نوع أبوري إله من وعدي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين على قراءة يعقوب بإثبات الياء يا ذا وصوغ يسل الذي فعد معناه
وما خلقت الجن والإنس. إنس أنك واي جن قالوا مخلوق قالوا إله أبوري وأنا نركن لكن إله أبوري سبحانه وتعالى لبدا أصبح ما نو أبور إلا ليعبدوني إن أني يعبدان موي ما أريد منهم من رزق يقال رزق كما ربو وما أريد أن يطعموني إن أني يقوذيان كدوني مايو حيا لأن الله الله هو الرزاق كندتك أرزقه رزق قسية يقودية هو الله ذو القوة ودي صاحبك المتين حق بدنا الله واي ليس غير الله مرك الله وكليس له كلام مجر الله لا والد له إله والد ملي الله لم يلد إله وهو مرل الله رب العالمين بصفاته وكماله إن أدبرته العبد بإله كو أبوري سبحانه وتعالى وجدك لا يدنك لا لقامله وحى إلهي كو نعمة أذيك اللي قصية إنسانه وحى لدون إن إلهي قول واتو وربك أكبرته وتكو عبده إن وحي لقو نعمة كو مشغوشه دنتي لغالها أتكم مشغوشه وخطأ وغلط وغلط دتك كل عين وي وإلهي سبحانه وتعالى مرك الرسول شيء وصاد دري كتب توسو دجي غلط كاي قالين اللي جت وسيو وده أي قرب مرين وده يلو قوته لقالي إن أتقول صعته حياة عبادة رب العالمين أولا وقبل كل شيء ربك إن أدبرت من هو الله الله بصفاته أتكبرته الله بنعمه أتكبرته نعم كيسي قال الذي سي سقو غني كاه وكوبه نيبوس كاجع لي سيني أيدي هذا نخريني إلهي وحكاه الضياء مش أنا عندك أنه دولك الليلة دولك كل يوم ماه بمباسك كل يوم ماه دون كردن وحن دولك الليلة تاريخ يشو إلهي كور رمية كوي كوب بيني آيات كسيدي ريب والله الله يا قل يا محمد وحد كتلا قال هذا وحد كتلا أئنكم إليكم لتكفرون ما وحد كفر نيسان بالذي خلق الأرض في يومين بل كوردن كان لببري كسمي لببري لببري ديكم حكو سمي كرتين عمارة وين أو مثلا بلدين وين أو صدن طبقة مفرتن طبقة عديت لها شركة لببري وكو سمعيني ندو كلهم بالله يا بلا لكن محي تاعي بلبل محوية قروا رحمان لغو تورين وقما لك ما لولك لولك هندن إلهي لببري وكو سمعيني بلي خلق الأرض في يومين ولبا كفر جيسي وحد كدرتين وتجعلون له أندادا مركزات إلهي كلا سمعيستين إلي كلا سمعيستين أحيان أنت هذا وحكة ضدوا كيسين باتلهن وإلهي بل إنسان كقدر الرديس إذا الدردي شفيد وحوسه كأنت سكوسة مستي أيو كير بلك لا ببري كوسة مي رواسكم بت ولذلك آهد بقوة تيران يوذين مركي يوم القيامة عظمة إلهي أركان ويناتي سي أركان ومخلوقات كيسي ووناء أركان وملائكة جبريل كم دي هي وهل قرب اللي حبقوله قرب له هل قرب هذو فيديو مشرق يا مغرب قرح كصباح يا قرح طلع جبريل وسيريسي أركان أركان حملة العرش ودكتي سي قرب كيسة تضرب بقوله سنة فرس كو أرد بدل أردي وحاسود المركي أركان أو أركان عظمة الله وينادي سي نول كبرنا إنه كل أنتو سووا ذقبتي قعدي شاف وكبر بريء جل جلاله تضبطي السموين ولن تقول الله بي بيمين الله أي تكتي مركي عظمة إله أركان مركي أدونك جوجين أي وحي يوم قعنت كل الروبين أي لهين ويل سميه وأمرك أمرك تيران يودين قالوا وهم فيها يختصمون جهنم مركي لقين
يقول دوده يلح دوده ما حينها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين كو إلهي كالكتين عبودها يانا لك حانتي روبضة إيو الوحدة أها أي إيه جهنم الاسكولة شغي مركاسي واحد كنا هين تالله بان كنا رنين بادي عدمان أهين مركان رب العالمين إذ نسيني إنسان كمركا خلط كاسو كبعا ذلك كاس نلك الله بدأ بريكسمي رب العالمين واي عالمين ترب قدوي أذو وقت كم تاي عالم كان أردن رب بوي هي كي تربية يوي أذيك كي كو تربية يوي المير مركا على وشه يدا كجرتي كي كو بربارين يوي مركا على وشه يدا كسو بحضي كو كو بربارين يوي الهركي بريسي باستان إيو يهرب كسمايستي معوني كرتين عنتدو دي عانه يدا كاقا كاني هذا نكوفو دي بل فير إلهي اسكين جعلي سيو حكولين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين عدسا كوشا كرت ما جرتا قال لدى عدكو ولا ما جرتا أباه هو يدا ما كله كران أنا عند كوسيني أنا جا بشمية على العرب كوسمين كم أورا كران إلى حوله ما هنادي اللي هو بيشا أنا جي لبا إنه تكسي أذكر هتتو واحد عوني له على وش هذا تكسو بحضي ملك لما تقال المال لبا إنه ألم نجعل له عينين ولسانا عرب وشفتين لبا بشموت فير بشمها إله سو سمي هذا بيها مركان عبيو سيف على فيريا ساس ما نسأله شو بكرة سواء أنا بشنت كور أسوق هذا كور ما نسوق هذا بشنت بسم الله بيها جينا واسك عبيو دينك وحوي هذا تسي فيري ما حد عي بشنت يبقى كور أسوق بحدي مركان سي بيه دار الله إيه قبته يا ساس كليري هدو إلهي كليري لها الكو كله لف هذو كذي لا سلي إلا إلا إله هو أبو ذي هذو كذي لا هيل بان دقائق وسيرو أذك سيف نقول لا واحد جريء سنو ماشي قبته كذي كتي وهذا أنا يعني نيرفيال أما حديد أذك وسمي ومسك هذا أمر بحنا يسو أو يسو إمرأة هذا ما هو مر كان على وشوي لك صوب بعضي إله بحوي ولسانا عرب عرب كان ومشوا كجق لها كنوا لها ناس كوجريس إلا الكوم بهنين وأسنان المؤر وشفتين ولا بدي بشمود ماشوا أقمن لهن كل أضي يهبر يويل يقبر كل ولا له هذا إلا هبا كل هذا هذا ربك كتربيه كبر باري كجعل هذا أنا جعله يحبك ملك الملوك أظن وحبه هرمر سنبو ساكوسو كري رب العالمين هو مهلا إن الرير كعنت ذا كرسدين عانوه إذا كاغا كان وكهو يوين باباش بوحا عانها مهردو هيستين مش مركا إلمها صوبحين با إلهي كان مركا ساولي با إلمها إلهي بري إلهي با بري سيد اللو نوبو أما اللو جاقو إلين عدك لو أشكتين ملي أفو قرن لينا ملي ذلك رب العالمين أنو ربك ويهي طيورته ربك ويهي شنبرت يا أشيغي إني قريسة ميساته وقيسيه سئيو ما قال ليسا إن قدار كيسو أذق يهي إن فراش كان وهو ثير جلع سن قولك شنبرت سميساته يا أرك أنا قوارك ما أرك تنبك يا قيسها وأذق يهين وأذق روب يحوم كران يضبل ماشي لسيحان إيلا فراشك أتكسي حتى أدي وكجر حسين يا باري سكول كيك صوب بحضي إنجينيري حقيقو براتي مركاسي هدنا ماشي أي كرد سيسو المهي هذا وكنت هذا أولا سيسو قيد كدوشي سماها جردي سنة ماها لا مهي يكلوشا حيا لا مهم حيو تلقشي أبي سوين كي هلق يدي وحا المها كعنيا لا ما هم سو جاري كران ويكسر العيا لكن جيت كنتي سهدي كسمين لهاين كواسا كعن لها
markaas halkaa ku dhajiyaan, markaasaa dabayl kastoo timaado iyo roob kastoo timaado ka celinaya. Yaa baray cilmigaas Allah! Markaasuu rabbigeena rabbulcaalamiin, caalamiinta kulligood buu rabbi u yahay. Malayga badda ku nool buu rabbi u yahay. Malay waxaa jira intan la-eg gurigan ka weyn oo xuud la yidhaah baa jira. Filinkii laga duubay ninkii Ingiriiska ahay hadlayay wuxuu yidhi, horta wuu soo baxayaa qaduu rabaa ama quraac yaa siinaya, hadla dee qadadiisi quraacdiisi yaa qaba. Allah! Dowlad masruufi karta male, United Nation iyo an United Nation iyo Umam Mutaxida iyo kuwa kale tegey ma quudin karaan. Allahu rabbulcaalamiin quudinaya, laanna rabbuhu rabbulcaalamiin wuu soo baxay. Filinkaa laga soo duubaya waxaa laga soo duubayaa boqolaal mitir hoostooda oo biyaha ah, bal dadka maanta xujada ilaahay ku oogay. Kii Ingiriiska oo arrinta ka hadlaya wuxuu yidhi, afkuu kala furaya, annagu waa aragnaa filinkii baad arkaysaa. Markaasaa ilaahay wuxuu u soo daynayaa malaygan yaryar oo sardiinka la yidhaah oo sida daruur oo kale ah, afka unbuu kala qaadaya, markay ka buuxsamaan buu isku qabanayaa. Wuxuu yidhi ninkii sheekaynayay, waxaa lagu qiyaasaya buu yidhi halkii cantuugo 10,000 oo xabo oo malay ah, halkii cantuugo. Cantuugadii labaadna waa u dhiman tahay, tii saddexaadna waa u dhiman tahay, hadday quraac ahayd qadadii cashadiina waa u dhiman tahay. Kii abuuray baa risqigiisa siinaya. Fahuwa rabbulcaalamiin, rabbi la jeclaada kaasaa ah. Dhulkii laba beri ilaahay buu ku sameeyey, barakaadkii iyo khayraadkii kalena laba beri, afar beri ayaa dhulkii ilaahay ku dhammaystiray. Si meel aad degto ood huy ka dhigato oo guri kuu ah oo rusqi kuu ah oo quudkaagii iyo nafaqadaadii iyo manaaficdaadii oo dhan ilaahay dhex dhigay. Dadka waxba ma sameeyaan, qaruumaha midoobay iyo kuwa kale tegay hadday isu tagaan, xabad bariisa ma samayn karaan, xabad haruur ma samayn karaan, hal mazaga ma samayn karaan, hal cambuula ma samayn karaan. Dowladaha adduunka oo dhan maanta aan layla yaaban yahay ee intaasoo dowladood oo kufri ilaahay ku kufriyey kulligood, hadduu ilaahay amar keliya bixiyo uu yidhaa dhul yahow wax dambe ha soo saarin, gaajay la wada baktinayaa. Leanna doolar lama cuno, gine isterliina lama cuno, shilinna lama cuno, batrool qolada la siiyey batroolku waa sun, dahabka iyo daymanka iyo waxa ilaahay abuuray cunto ma noqon karaan. Kan quudiya dadka waa Allah walaysa gayrullah. Aman hada aladii yarzuqukum min amsaka rizqahu bal lajuu fii cutuwin wanufuur dalika rabbulcaalamiin. Caalamiinta rabbigeeda waa inaad rabbigaa jeclaato, maxabadiisa iyo kalgacaygiisa ay ku gasho, waddadiisa aad ku toosto. ilaahay samadii buu marka dambe abuuray, laba beri buu ku abuuray samada iyo waxa ku jiray iyo axwaashay. Allahu akbar! Kuunkaasoo dhan ilaahay lix beri gurigood gudahood baa ilaahay ku sameeyey. Haddana ilaahay wuxuu na leeyahay, war dadyaho dhulkan aad ku dhalateen awowayaashiin aabbayaashiin weligiinba iska dul joogtaan, yaa idiin haya? Midigaa tiirar u samaystay inuu meesha ka fani inuu ka tago yaa ka haya? Cirkan inuu ku soo duma yaa ka haya? إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله وكما وكان ملك يعرك إذين هيا إنه يمشي ولا كتغان هدي كتغان نعيدك لو سوق من الله ملك الله وك حلي همين مقدبة هي ما أنت إفتين كدغي iftiinka yaa idinka dhigay, habeenka yaa idin siiyey, maalinta yaa idin siiyey. Dalika rabbulcaalamiin, rabbiga marka inaad jeclaato, maxabadiisu qalbigaaga ay gasho. Maxaa kuu tarjamaya? Tarjamadeedu waa maxay? Ilaa qof kasta maxabada ilaah uu iska sheeganaya. Maxabatullaahi tarjamatuha waa maxay? Waa bilcibaada. Awaluha salaa, salaadu waa cinwaanu tarjamati maxabatillaah. ilaahay inaad jeceshahay waxaad ugu sheegaysaa salaada inaad ku dadaasho, inaad salaada tukato, bayna yadi illahi inaad hor istaagto, adoo khaashicuhu cabdiuhu khaadicuhu muxibi lirabbika ah aad hor istaagto. Hada huwa cinwaanu maxabatika lillaah. Markaad hor istaagto u taagan tahay, aad xusuusato rabbigaa kan ku istaajiyay inuu isaga yahay,
in badan oo adiga kula mida istaagi buu diiday, adiga istaagu ku waafajiyey, kadibna aada rukuucdo, kadibna aada sujuuddo, oo aada ogaato waxa sida tan yani sidan waxaa kaa dhigay waa nicmatullah. ilaahay hal laf uu kaa dhigi karay kulligaaba haddaad hal laf tahay see u noolaan lahayd. haddaad seexato waa in dhowr nin kusoo kaciyo, ilaa ma kici kartid. lafaha laablaabmaya kan kuu sameeyey cinwaanu tarjamati maxabatika lahu waa inaad u sujuudo, waa inaad rukuuc. sujuud keliya maaha, sujuud kalgacayn iyo maxabo leh. tuxibu rabbak lixubbika lahu, baad wejigaaga dhulkaaga u dhigaysaa adoo weliba ku mahadinaya inuu kuu idmay. hadduusan kuu idmi lahayn maadan u sujuudeen. lowlaa idnu llaahi lak maada tukateen, ilaahay baa kuu idmay oo ku waafajiyey oo kuu sahlay oo maanta ku waafajiyey in aad ictidaar la timaado. qabla an yaatiya yowm, intuu yowm ka imanaayo laa yuudanu lahum fayactadiruun. wakti waa dhammaaday soo ma marka ikhwaani baraka allahu fiikum akhawaatii, ahamu shay inaan rabbigeen jeclaano. jeclaashadaa aan jecelnahayna aanu ka tarjamno bitaacatihi, taacada tan ugu soo horeysa ee hortaada imanaysana ay noqoto asalaa, laakiin biqalbika. ilaahay dadka salaada tukada ee uu ammaanay, ee uu salaadooda inay ku aflaxayaan uu sheegay, waa dadka salaadoodu khushuuc leedahay. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكلام رب العالمين قل أفلح ذيب المؤمنين ليلا اسكبر بكجر تاكوا سفوين كلا دفكيني اسكبر بار بكجر تا الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاته خشوع ملاذا mise markaad allahu akbar tilaabaad suuqa iyo howlahaagii intaad gasho aad sidaa uga baxdaa adoo qalbigaagu qaafil yahay. alimaam almuxaasibi oo ahaa qarna athaalitha alhijri 240 hijri buu dhintay, kitaab oo alifay kutubtiisa ka mida kitaab alwasaaya inuu ahaa baan u malaynaya, ayaa wuxuu yidhi sa'ala bacdu taabiciin, taabiciinta qaarkood baa nin saxaabiyay waxay weydiiyeen yaa abaa fulaan hal tasu fii salaatik, salaadaada ma ku sahwidaa? markaasuu yidhi nacam innii akuunu fi salaati fa aqra'u laayaati min kitaabi illaahi fi ljanna, aayadaha ilaahay ee jannada ka sheekaynaya ayaan akhrinayaayo fa ka'annii fii anuu jannada ku dhex jiraan isarkaya, aayadaha naarta ka sheekaynayna sidoo kale anuu naartii maaragta baan sahwigaygu waa intaa wayakfiru llahu li, allah ii dambi dhaaf. waxay dhaheen taamaanaan ku weydiinin, ee way u fasireen, waxay dhaheen maahe adduunyada ma ka sheekaysataa intaad salaada ku jirtid. markaasuu yidhi laan akhara min alsamaai ila alardi, cirka inaan ka soo dhaco dhulka ku dhaco ahwanu calaya, way iga fududtahay iga sahlan tahay an uxadia nafsii bishayin min addunya wa ana bayna yadayna, anoo ilaahay hortaagan. darajo nubuwa ahoon la gaanayn maaha, waa darajo la gaanaya laakiin waa biljiddi waalijtihaad, horta inuu wax kaa maqan yahay ogow. salaad waa tukatahay, salaadan khushuuc lahayn hadday salaadaadu tahay, inuu wax kaa maqan yahay waa inaad ogaatid oo aad dabadeed sacyaysid inaad darajadaa gaadhid. dadkaa ilaahay uu ku ammaanay liibaantana uu ugu markhaati kacay inaad ka mid noqoto. aayadahaas sifooyin dhowr ahay la sheegeen waxay ku soo khatimtay waladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun, haddana salaadooda ilaalinayay umarna aynan galabgalab ayna ka noqonaynin. cinwaanu maxabatika lilah waa assalaa, salaada intaad hagaajinayso. nabigeenna sal allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaa nin abulhaytham ibni tayihaan oo gurigiisa intuu tegay aada u marti sooray ayuu wuxuu ku yidhi haddii khaadim lanoo keeno ii imow. wuu u yimid ninkii abulhaytham ibni tayihaan ee saxaabigii ansaariga ahaa, wuxuu yidhi labada nin mid dooro. markaasuu yidhi ya rasuul allah adugu mid ii door. wuxuu yidhi haddaad ii weydiisay ood ila shawrtay waxaan ku odhan lahaa kan qaado, liannahu yuxsinu yusallii, si wanaagsan buu u tukadaaya salaada uu qofku uu hagaajiyey umurtiisoo dhan baa hagaagaysa.
salaada oo khushuuc iyo khuduuc ku yeelato calaaqada ilaahay aada leedahay baa xoog yeelanaysa, umuurtaado dhan baa kuu toosaysa, rabbigaabaad ku baranaysaa, mashaakilka iyo umuurtoo dhan baad ku xallinaysaa. salaadiina wax ku xallina ilahay baana amray, maanta yaa salaadiisa wax ku xallina. Yaa ayuha aladiina aamanuu isticiinuu bisabri wasalaa, isticiinuu kaalmaysta, inaad salaad kaalmaysato khushuuc iyo khuduuc leh, xaajadaada aada rabbiga kaga gudato ayaa la doonaya. tawfiiqda allahna waafajiyo, dembigeennana allah dhaafo, kii waalidiinteennana allah dhaafo, teennaa meesha isugu timid oo dhan nin walba xaajuulaya xaajadiisa allah siiyo oo ilaahay raalli ka yahay. carruurtana allah noo wada hagaajiyo, inta bugtana allah caafiyo, inta bugtana allah caafiyo, dadka walaalaheena bukaanka sheegtay allah wada caafiyo, inteenna kale oo dhanna allah ilaahay caafimaadka ha noo daa'imo. ilaahay waxaan ka baryaynaa liqaa fara badan iyo kulan fara badan oo khayra inuuna wada waafajiyo. dembigeennana iyo kii waalidiinteennana allah dhaafo. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxaabati ajmaciin. jazaakum allah khayr.